عاشوراء، إصلاح الفكر والعقيدة والأخلاق، مع حلول شهر محرم الحرام لعام 1443 للهجرة، شهر التضحية والصبر والإباء وعموم القيم والمبادئ العليا التي جسدها الإمام الحسين وعياله وأصحابه عليه وعليهم السلام، انتصارا للإسلام المحمدي الأصيل ودفاعا عن القرآن ومنهجه القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتزاما بتلك الأهداف الرسالية السامية، أقيمت محافل قرآنية ومجالس عزاء تربوية في عموم المساجد التابعة لمكاتب المرجع الصرخي الحسني، وتحت شعار الحسين علم تقوى وسطية أخلاق، عاشوراء قرآن تربية منهج الحق. وتعد تلاوة القرآن الأبرز في إحياء ليالي عاشوراء من خلال تلك المحافل والمجالس لما للقرآن من أهمية كبرى في تحقيق التكامل الروحي والفكري والأخلاقي. كذلك تضمنت المجالس أبحاثا فكرية مستوحاة من بحوث المرجع الأستاذ لمواجهة الانحراف الفكري والأخلاقي، وقصائد عقائدية وأخلاقية هادفة ومعبرة عن مأساة ما جرى بواقعة الطف وكيفية الوقوف بوجه الظلم والفساد، وكل خرافة وشعوذة ودجل من قبل المدلسة باسم الحسين عليه السلام. شارك في المحافل والمجالس نخبة من القراء والباحثين والرواديد الشباب والأشبال، معبرين عن ارتباطهم الحقيقي بالقرآن وأحكامه ومواعظه وإرشاداته والتمسك بأهداف القضية الحسينية المحمدية الرسالية. بالقرآن وتلاوته والحسين عليه السلام ومصيبته، يواصل المعزون حضورهم لتلك المحافل القرآنية والمجالس الحسينية التربوية الواعية.